يسعد اوقاتكم. ما بعرف اذا عندكم علم ولا لا، باسكتلندا راح يبلشوا يطبقوا نظام اللي هو بالنسبه للشباب والاطفال من سن 5 سنين لسن 21 سنه، راح يعطوهم كارت. هذا هو يونغ بيرسون فري باس ترافل. هذا الكارت يعني راح يستعملوه الشباب بين هذا العمر باستخدام كل الباصات والتنقل داخل اسكتلندا وين ما كان بشكل مجاني. طبعا هذا الكارت هو اسمه الـ NEC اللي هو اختصار للـ National Entitlement Scotland، اللي هو يعني كارت الاستحقاق الوطني أو ما شابه ذلك. هذا الكارت له أنواع كثيرة، طبعا في الناس الكبار بالسن والمعاقين والكذا وهيك بياخذوا هذا الكارت، ولكن هلا هاي القائمة الجديدة اللي أضيفت له اللي هي للشباب والأطفال اللي أعمارهم بتبلش من 5 سنين لحد سن 21 سنة، وقريبا راح يتم التطبيق. فطبعا هلا هو هذا الوقت المناسب إنه أي حدا حابب يسجل على هذا الكارت يبلش يسجل عليه. طبعا كيفية التسجيل هي بتفوت على الموقع اللي راح أحط لكم إياه بالوصف. بهذا الموقع لازم يكون عندك حساب مايكوف سكوت. هذا الحساب طبعا امر بسيط، يعني بتفوت عليه بيسالك انه انت عندك حساب ولا لا، اذا لا بتعمل ريجستر وبتعمل فولو للشو اسمه اللي هو معلومات شخصيه، يعني كما العادي بتسجيل اي حساب اللي هي الاسم العنوان تاريخ الميلاد ما شابه، بالاضافه للايميل. وقتها بيبعثوا لك ايميل، فانت متاكد بهذا الايميل بصير عندك حساب وكلمه سر الى اخره. في هون شغله بس حاب انوه عليها، موضوع كلمه السر. موضوع كلمه السر هو بسيط جدا، ولكن يمكن تلاقوا في صحبة، لأنه هن بدهم فقط 8 خانات، عندهم 8 خانات لازم تحتوي حرف كبير حرف صغير بالإضافة لإشارة مثل الأندرسكور أو كذا وأرقام، يعني فأنت حر يعني شو هي الثمان خانات شو بدك تعبيها، أنت حر. بعد ما عملت هيك طبعا بتفوت على الموقع بتختار اللي هو اليونغ فري باس فور يونغ بيبل، فأنت بتفوت على هي وكمان بتتبع الخطوات. طبعا لازم شو يكون معك، لازم يكون في معك شوية إثباتات اللي هي باسبورت أو درايفنج لايسنس. طبعا الأطفال على الأغلب يعني اللي هو الترافل دوكيمنت أو الباسبورت إذا عندكم، وكمان يعني إثبات للعنوان اللي أنتوا ساكنين فيه. طبعا إذا كان الأهل هن اللي بيساووا، فأي عنوان باسم الأهل أو البيرنت اللي بده يساوي هو هذا بكفي. بالإضافة أنه بتكون شيء يثبت تاريخ ميلاد الصبي اللي هو البيرث سيرتيفيك أو ما شابه. هاي الأمور كلها بتكون جاهزة. طبعا للأعمار الصغيرة أقل من 11 سنة ما بدها صورة شخصية، ولكن للأعمار اللي من 11 وما فوق في شغلة. فأنتوا كمان لما بتكون تعملوا هاي الأمور كل الأوراق بتكون عندكم، وراح تاخذوا صوره شخصيه للشخص، لانه البطاقه راح تجي مع صوره، للاطفال ما راح تجي مع الشخص. ومثل ما قلت لكم الموقع اللي بدكم تساووا فيه راح احطه بالوصف. بدو